مساء الخير. أي حوار سيختصر الطريق الطويل بين بغداد وأربيل؟ والحمى تأتي من كركوك. لا أحد يفسر حقيقة تصاعد حمى خوف المكونات من بعضها البعض هناك. هواجس ديالى تتجسد بتسلل داعش تحت رايات جديدة، والأزمة فيها على المنافذ الجمركية. وبين هذا وذا ينتظر النازحون، هل يعودون؟ وما زال الكثير من الأوضاع على حاله حتى الاغتيالات. أبو قراط أبو الطب يقول: أداوي مريضهم بلا أجرة. هل أدركت نقابة الأطباء العراقية هذه المقولة أخيرا فتسعى لتحديد أجور الكشف والمراجعة؟ أغرب عقد نفطي سمعنا عنه عقد تم إبرامه أخيرا بين العراق وإيران، وهو تبادل النفط الخام بنفس النوعية ونفس المواصفات. ننطيهم نفط خام يرجعون همتين نفط خام. كل هذا حصل ويحصل في الجمهورية السادسة. بين بغداد وأربيل طريق الحوار طويل، وحمى قلق المكونات يأتي من كركوك. الخطف وعودة داعش، هواجس تضاف إلى معادلة ديالى الأمنية. نقابة الأطباء تعتزم تحديد أجور الكشف والمراجعة في العيادات. عقد غريب بين العراق وإيران يقضي بتبادل النفط وبنفس المواصفات والكمية المصدرة. أفاد قائد عمليات الجزيرة وعلي الفرات الفريق الركن عبد الأمير يار الله بأنه تم تطهير 7000 كيلومتر مربع في الصحراء الغربية. في الوقت ذاته أعلن الحشد الشعبي تحرير 68 قرية من أصل 80 في المناطق المحاذية لسوريا. وقد أعلنت المؤسسة الأمنية العراقية السيطرة الكاملة على الشريط الحدودي العراقي مع سوريا والأردن من القائم إلى سنجار. طالب المجلس العربي في كركوك رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة لحمايتها، فيما أشار إلى أن كل ضابط عربي أصبح هدفاً للغدر والاغتيال دون غيره. وقد سبق ذلك مطالبات مماثلة لمكونات كركوك الأخرى من الأكراد والتركمان. حول هذا الموضوع الأوضاع الأمنية في كركوك معنا عبر الهاتف اللواء الركن معن السعدي قائد عمليات فرض القانون في كركوك. سيادة اللواء مرحبا بك. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا بك. سيادة اللواء، ماذا يجري في كركوك؟ الكرد من جهة يتحدثون عن انتهاكات يتعرض لها المكون الكردي، يتحدثون عن عمليات قتل وخطف بالتحديد في أقضية داقوق الدبس الطوز. حتى الاتحاد الوطني لوح باللجوء للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بخصوص هذه الانتهاكات. من يقوم بالانتهاكات إذا كانت هناك انتهاكات؟ من يقوم بها ضد المواطنين الكرد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أخي العزيز ولمشاهدي قناتكم الكرام. يا هلا بك. حقيقة أحب أوضح لك نقطة وللمشاهدين. نحن كجهاز مكافحة الإرهاب وبصفتي قائد في جهاز مكافحة الإرهاب ومسؤول عن الملف الأمني في كركوك، فنحن مسؤوليتنا هي مركز محافظة كركوك ومداخل ومخارج المدينة. كل الأقضية والنواحي اللي حول كركوك هي ليست من مسؤوليتنا، وإنما من مسؤولية قيادة عمليات كركوك أو ما يسمى قيادة عمليات شرق دجلة. أما ما يحدث من انتهاكات فأحكي لك على شقين. يعني الشق الأول في مركز كركوك الوضع الأمني مستقر وجيد جدا. هناك بعض الحالات من عمليات سرقة للعجلات ويتم خلال أيام مراقبتها مع وجود شبكة من الكاميرات والمراقبة والمفاصل الاستخبارية والعيون المنتشرة في كل مكان. فأكثر من 50% من العجلات اللي تم سرقة تم إعادتها دون أي وجود سيادة اللواء لعمليات قتل وخطف للمواطنين الكرد. الحديث عن حدثت عملية اغتيال قبل 4 أيام لضابط في الشرطة برتبة رائد في دور الفيلق،
وتم في اليوم التالي إلقاء القبض على السيارة اللي تم بها التنفيذ، واليوم ألقينا القبض على أحد المنفذين وهم عددهم ثلاثة، وتم ملاحقة العنصرين الأخرين اللي كانوا مشاركين مع هذا العنصر الثالث. نعم. وسيتم إلقاء القبض عليهم خلال 48 ساعة إن شاء الله. زي. العملية اللي تمت في كركوك هي عملية الاختيار، هي التحقيقات الأولية تشير إلى أنها عملية جنائية وليست عملية إرهابية. تنفي أو تأكد؟ أنا أفهم حدود صلاحيتكم أنه فقط في مركز المحافظة في مدينة كركوك دون أي صلاحية في الأقضية والنواحي، لكن على الأقل نفي أو تأكيد بخصوص هذه الانتهاكات اللي يتحدث الاتحاد الوطني الكردستاني عنها، باقي الأطراف السياسية الكردية تتحدث عنها؟ عمليات في داقوق وفي طوس خرماتة وهذه المناطق المحيطة في الدبس والتون كوبري، الوضع الأمني أنا أكد لك الوضع الأمني مستقر. تحدث تحدث هنا وهناك انتهاكات، ولكن هذه الانتهاكات غير معروفة أنه هل هي بدوافع أنه بين القوميات، هل أنه استهداف لعنصر كردي من قبل التركمان أو العرب أو العكس صحيح، ولكن تحدث عمليات انتهاك أو عمليات إرهابية قليلة. ومع العلم أنه هذه الأقضية والنواحي توجد هناك خلايا نائمة لعناصر الإرهابية من عناصر داعش، وهناك عمليات تنفذ بين الحين والآخر لمطاردة هذه الخلايا، فقد يكون التنفيذ من قبل هذه الخلايا. وأضرب لك مثل ما حدث في كركوك قبل 4 أيام، من يسمع بهذا الحادث يقول هذا استهداف أو هذا عملية إرهابية، ولكن التحقيقات أثبتت أنها عملية جنائية. فما يحدث هذه العمليات من الانتهاكات في هذه المدن هي قليلة مع وجود خلايا نائمة لعناصر داعش. اسمح لي حضرتك، بالمقابل أكو حديث عن جماعات مسلحة، ولحد الآن هاي الجماعات المسلحة مجهولة، يعني مين هاي الجماعات، شنو قوميتها، شنو أهدافها، شنو أغراضها، إلى حد الآن هذا الأمر مجهول. يعني آخر مواجهات المفروض حصلت بين القوات الأمنية وهاي الجماعات المسلحة قبل 3 أيام بناحية قرهنشير على ما أعتقد إذا التسمية صحيحة لفظتها، على الطريق الرابط بين كركوك والسليمانية. من هاي الجماعات المسلحة سيادة اللواء؟ أنا أكدت لك وقلت لك أكو هناك خلايا نائمة موجودة تعمل وتقوم بعمليات. خلايا مرتبطة بداعش أم مرتبطة بحزب سياسي ما، جهة سياسية ما؟ الخلايا اللي موجودة، المعلومات الاستخبارية اللي عندنا تشير أنه الخلايا النائمة هي العناصر داعش، هذا جانب. هذا الشق الأول. الشق الثاني، هناك معلومات استخبارية تشير إلى وجود عناصر تدفع أو تمول من جهة أخرى لغرض القيام بعمليات إرباك بالوضع الأمني، وهي العناصر محددة تقوم بعمليات وتلوث في الفرار. مدفوعة من قبل من عفوا سيادة اللواء؟ من أي جهة؟ الجهة اللي تمول هذه حقد الآن حقيقة ما معروفة إنه، ولكن أكو مجاميع مسلحة دا تدخل إلى هذه المدن تقوم بعمليات ومن ثم تلوث بالفرار. وهناك عمل بالمقابل، عمل استخباري ونصب كمائن لهذه المجاميع لغرض إلقاء القبض عليه. حديث المكون العربي والمكون التركماني يختلف عن حديثك قليلا. هم يطالبون رئيس الوزراء بإرسال تعزيزات عسكرية إلى كركوك بسبب ما يتعرض له العرب والتركمان في كركوك من خطف واغتيالات، ويتحدثون أنه كل ضابط عربي وكل ضابط تركماني مهدد بالاغتيال، ويشيرون إلى الأجهزة الأمنية في كركوك المرتبطة بالأحزاب الكردية، أطراف أمنية في كركوك مرتبطة بالأحزاب الكردية. معلوماتك؟ أنا أكد لك أخي العزيز، الوضع الأمني في كركوك حاليا بشهادة المكونات الثلاث، العرب والتركمان والأكراد، نعم، أنه الوضع الأمني حاليا في كركوك مستقر أفضل مما كان عليه قبل 16/10/2017 بشهادتهم. واضح. وبشهادة السياسيين والأحزاب السياسية مقارنة بالأعمال الإرهابية اللي دا تحدث. يعني أضرب لك مثل، إذا هناك عملية
خلال شهر، إذا تحدث 10 عمليات خطف مثلا فما كان يحدث سابقا هو يتجاوز 40 عملية خطف. واضح سيادة اللواء. هذا أتكلم عنك ليس في مقر كركوك، يعني ليس في مركز محافظة كركوك. واضح. مركز محافظة كركوك والأقضية والنواحي المحيطة بها. خليني أشكرك اللواء معن السعدي قائد عمليات فرض القانون في كركوك، شكرا جزيلا. أيضا بأخبارنا ناطق باسم المفوضية العليا للانتخابات كريم التميمي أعلن منح إجازة تسجيل ل 143 حزبا، 40% منهم أحزاب جديدة التأسيس منذ إقرار قانون الأحزاب، وفي الوقت الذي يحذر مجلس ديالى ومسؤولين فيها من تسلل داعش للمحافظة بأزياء وتسميات ورايات جديدة. لا يبدو أن هذا هو الهاجس الوحيد الذي يقلق المحافظة مع تصاعد حالات الاختطاف واللغط الذي يشوف فعاليات المنافذ الجمركية وأهمها الصفرة مع كردستان. معادلة متنوعة الأرقام يتطلب حلها فهما حقيقيا لطبيعة الورقة الديالاوية وصورة المناطق المدمرة والعوائل النازحة ما زالت مرسومة عليها. حول هذا الموضوع أيضا الوضع الأمني في ديالى معنا بالاستوديو السيد عبد الخالق العزاوي عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى. سيد عبد الخالق يا أهلا بك، سعيدين بحضورك، تفضل استريح، نورتنا. الله بالخير. الله بالخير، حياك الله. الحديث عن جماعات مسلحة، هاي الجماعات تنشط بين ديالى وصلاح الدين وكركوك، والحديث أنه يحملون رايات بيضاء يتوسطها أسد، حتى هنا قائم مقام خانقين عدي الخدران يحذر قائم مقام الخالص الخالص عفوا يحذر من دخول هذه الجماعات إلى ديالى، ويقول رغم المناشدات اللي أطلقناها لا توجد إذان صاغية، ونحذر من تكرار فاجعة النهروان في ديالى. أكد لي أو انفيلي وخليني بصورة أوضح. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أيضا مشاهدي الكرام، الله يبارك فيك. حقيقة أعلنا منذ سنتين أو أكثر أنه ديالى محررة من الإرهاب، لكن لم نعلنها مطهرة من الإرهاب. هناك عدة خلايا في ديالى وعدة أماكن ما زالوا داعش يقطنون هذه الأماكن، منها شمال المقدادية مثل منطقة الزور. لحد الليلة الماضية كان هناك تعرض على قطعات الجيش اللواء 20 وأيضا الحشد الشعبي والحشد العشائري الموجود هناك. مجاميع عدة في عدة مناطق، منها شمال المقدادية، منها سلسلة جبال حمرين المرتبطة بين ناحية المنصورية وبحيرة حمرين وناحية السعدية وأيضا أطراف من قرطبة. كل هاي المناطق فيها خلايا موجودة تابعة لداعش، موجودة على مرمى العين. وأكثر يعني شلون على مرمى العين؟ طبعا نشاهدهم بالنسبة لمناطق صلاح الدين أكثر من تعرض، هم مقابلنا في مناطق صلاح الدين، يفصل بين حدود ديالى وحدود صلاح الدين فقط نهر العظام. وين المتابعة، وين التتبع من أجل قتلهم، القبض عليهم؟ طبعا هو هذه المشكلة ليست في ديالى للأسف الشديد، وأنا يعني تكلمت في هذا الموضوع أكثر من مرة حتى على وسائل الإعلام وأيضا على منبركم الشريف. المناطق صلاح الدين الحدودية مع ديالى أكثر من 12 قرية هي خالية من السكان وخالية أيضا من القطعات الأمنية. قسم من هذه المناطق اللي يمسكها قطعات ديالى، قيادة شرطة ديالى، وايضا رغم هي اداريا تابعة لمحافظة صلاح الدين. لو كانت الشرطة الاتحادية ما هناك مشكلة، لكن اللي يمسكها سوات اللي تابع لقيادة شرطة ديالى، وايضا الشرطة المحلية، وليلة قبل ليلتين انطينا شهيد من ناحية السلام. حضرتك تتحدث عن خلايا نائمة لداعش ما زالت تنشط في هذه المناطق التابعة إداريا إلى ديالى ومناطق أخرى في صلاح الدين، لكن هنا الحديث عن جماعات مسلحة، أسمع حديث أو يشار إلى أنها جماعات من نوع آخر، شكل يعني تنظيم شكل جديد، تنظيم جديد، يحملون رايات بيضاء يتوسطها أسد. فعلا أكو هيك جماعات؟ عزيز، هم نفس الوجوه التي أتت في 2007، هم نفسهم جاءوا بال 2014 بصفة الثوار، هم نفسهم القاعدة اليوم يبدلون زيهم إلى داعش، وبالتالي إلى تنظيم جديد وراية جديدة واسم جديد. والمعلومات الأمنية الاستخباراتية القوية هم نفس النماذج، وبقوا البقايا المتبقية منهم في ديالى هم أهل ديالى، هم أهل ديالى المطلوبين، يعني لم يبقى منهم الجنسيات العربية والجنسيات الأجنبية إلا ما ندر أبناء المنطقة الإرهابية. بالضبط، هذه أبناء المنطقة اللي صاروا مع هؤلاء الفئات
خلعوا ثوب داعش، خلعوا ثوب داعش ويستعدون لارتداء ثوب جديد. اللي نراه هو ثوب داعش ورواية داعش إلى الآن. نعم، قبل أسبوع تم تفجير سيارة هي لداعش من قبل طيران الجيش الفرقة الخامسة. قبل أيام تعرف حضرتك تم إطلاق سراح أبناء عضو المجلس المحلي ناحية جبارة. نعم، عضو المجلس المحلي تم اختطافه يوم 24 من تشرين الثاني مع أولاده الاثنين. نعم. ومع شخص ثالث هو قريبهم، تم إطلاق سراح أبناء الاثنين وهذا الشخص الثالث قريبهم. الحديث عن 120 ألف دولار فدية قدمت مقابل إطلاق السراح، وإلى الآن عضو المجلس المحلي لناحية جبارة إلى الآن مختطف. نعم. وما حد يعرف وين مختطف، ولا إلى الآن أحد يعرف منه الجهة الخاطفة، منه الجهة اللي استلمت 120 ألف دولار. نعم. ليش ماكو امكانيه لمعرفه هذه الجهه؟ طبعا هو الاعلام تناقلته، وايضا الموقف اللي رفع في حينها هو داعش، خلايا داعش. اليوم الخطف متعدد الوجوه ومتعدد الاشكال في دياله. الخطف كان يعني في السنوات الماضيه كثير جدا في دياله، يعني في اليوم الواحد اكثر من 15 حاله خطف. الان قل بنسبه كبيره جدا بفضل القيادات الامنيه اللي موجوده في قائد عمليات دجلة، قائد الفرقة، قائد الشرطة، والاستخبارات اللي موجودة، المعلومات. كم عملية خطف باليوم الواحد؟ بالشهر أو بالأسبوع الواحد أو بالشهر الواحد؟ بالشهر ثلاث حالات، حالتين، ثلاث حالات، وقسم منهم ألقوا القبض عليهم. قبل أسبوع حالة مثلاً تم خطفها، وخلال ساعات تم إلقاء القبض عليها من قبل القيادة الشرطة. هاي الحالة تم إلقاء القبض على الخاطفين، لكن بالمقابل أكو حالات ما يلقى القبض على الخاطفين. أكيد إحنا اليوم أما يقتل المخطوف أو يتم الإفراج عنه مقابل فدية. هذه من هي هذه الجماعات؟ هذه المناطق الحدودية شاغرة من أهلها. مو فقط المناطق الحدودية، عمليات جبارة بعقوبة نفسها. جبارة هي منطقة حدودية، جبارة هي تابع سابقا، ليست تابعة لدياله، يعني في الوقت القريب رجعت في حضن دياله في هذا الوقت القريب. أما هي حدودية، هي سلسلة جبال الحمرين متخللة من خلف. طيب حصلت بها عملية خطف، لكن أيضا بمناطق أخرى في مركز ديالة أيضا عمليات الخطف موجودة. نعم، قسم منهم ألقوا القبض عليهم، وعمليات الخطف ممنهجة منظمة. صح، وبالتالي تقوم بها عصابات منظمة. أنا سؤالي كالآتي، هي عصابات عادية أم هي عصابات من نوع خاص، من نوع آخر، لها ارتباطات، ما ربما ارتباطات سياسية، هي فصائل مسلحة وبالتالي هي أكبر من القانون؟ لا، هي في البداية كانت هذه العصابات موجودة، وكان يعني نسبة الخطف قوية جدا في ديالة، وتكلمنا مرارا وتكرارا، ودخلت ديالة حالة الطوارئ، والمجلس قام بدوره التشريعي وزج ما نجحته. طبعا طالما عمليات الخطف الى الان حدث عن ثلاث او اربع عمليات، بالتالي ما نجحنا بشيء ولو التقليل اكثر من 60%. الحد من عمليات الخطف، الحد هذه العصابات تنشط بين الفتره والاخرى. قطعاتنا الامنيه خارج حدود دياله، اليوم عندنا الواعين زائد من الفرقه الخامسه، هي في صلاح الدين وفي الموصل، عندنا ايضا افواج من قياده شرطه دياله خارج دياله، عندنا حشد شعبي وحشد عشائري وخارج دياله. كل هذه أدى إلى فراغ قسم من المناطق بفراغ أمني، يؤدي إلى حالات الخطف. عد حضرتك إحصائية بخصوص مجموع عمليات الخطف هاي السنة بال 2017؟ لا تحديدا لا، لكن قلت بنسبة أكثر من 85% في ديالة. مع استمرارها؟ استمرار. كم منطقة محررة الآن في ديالة دون عودة النازحين؟ ديالة كلها محررة، كلها محررة. لا أقصد كم منطقة حررت قبل سنة أو قبل سنتين دون عودة النازحين، دون عودة أهلها إلها إلى الآن؟ قبل سنتين وأكثر من 4 أشهر أو 5 أشهر حررت ديالة وأعلنت محررة، لكن للأسف لحد اليوم جدولة عودة العوائل النازحة فيه تلكؤ. عندنا يعني المشكلة في جلولاء والسعدية وفي منطقة العظيم وشمال المقدادية. المفروض بجلولاء والسعدية نسبة العودة 50% فقط تقريبا، وبقرى شمال المقدادية نسبة العودة 75% فقط، ومناطق ناحية العظيم وناحية المنصورية نسبة العودة ما يقارب 90%. لا، ناحية المنصورية اكتملت العودة بها. زين، هذا الأسبوع شنو اللي العودة بعودة كل النازحين في هذه المناطق المحررة؟ هذا اللي يعني ليش عودة 50% أو 75%؟ هذا اللي نطالب به. احنا طبعا أنا رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في ديالة، يعني اللي رافعة للقيادات الأمنية أكثر من 5170 فايل أو 5170 عائلة،
وهاي مستمسكاتهم الأصولية التي تقدم بكل أفراد العائلة. اللي دخل منها جلولة 800 ما 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 أريد يعني أتحدث عن مطالباتكم، أنا فهم مطالباتكم ومطلع عليها، أنا أريد أعرف ما العائق، ما المانع؟ العائق بالنسبة للأجهزة الاستخباراتية والوكالات الأمنية، اليوم في ديالة هي اللي تمنع العائق. سبع وكالات أمنية للأسف الشديد، عندما يعني نرفع قائمة بألف مثلاً، ألف عائلة تجي الموافقة بستمية، الأربعمية هؤلاء إحنا نرد مرة ثانية نرفعهم. الوكالات الأمنية فقط تجز الأسماء، ما تخبر أنه هذه الأربعمائة المن مطلوبة لجهة. أكو كثير من العوائل يقول لك أنا إذا مطلوب سلمني للجهة اللي تطلبني، الاستخبارات للأمن، للمخابرات، للاستخبارات المدني، استخبارات فقط يظهر أمام اسمه مطلوب، لكن لأي جهة مطلوب، شنو نوعية الطلب، شنو نوعية التهمة، ما التعجيل اللي حصل في هذه الفترة الأخيرة، التعجيل اللي حصل بدخول عوائل جلولة والسعدية، قيادة عمليات دجلة أصدرت أمر بأنه كل الوكالات تأتي إلى قيادة العمليات، وكل وكالة لديها حاسبة المطلوبين، وتقعد في قاعة واحدة هذه الوكالات، السبع وكالات، وتسلم ناحية ناحية وفايل فايل وعائلة عائلة، مطلوب فهمونا لجهة مطلوب، حتى على الأقل تقدير نسلمهم لهذه الجهات. هواي عوائل يعني تدري هذه كيديات كثيرة في ديالة. نورتنا سيد عبد الخالق العزاوي عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالة، شكرا جزيلا لك، شكرا لحضورك. حبيبي استاذ علي، الله يسلمك. في طريق الحوار الطويل بين بغداد وأربيل، من يختصر من ينتصر؟ النائبة عن كتلة التغيير النيابية تافكة أحمد عدت عدم تضمين موازنة 2018 تخصيصات لمحافظة حلبجة خلافا للسنوات الماضية إجحافا، وقالت إن رئيس الوزراء حيدر العبادي يؤيد استفتاء انفصال كردستان بمعاقبته لحلبجة. طال الحوار وكثر الحديث، وبين السياسة والكياسة شعرت الموازنة. أربيل وبغداد حوار عبر الأنفاق، ومتى الاتفاق؟ مسؤولون أكراد ذهبوا أخيرا لتحشيد الدعم الغربي للموقف الكردي في بغداد، أو بغداد تقول المسافة لنا أقرب من فرنسا وبريطانيا وأمريكا، وفي أربيل يقولون مع موضوع الموازنة وكركوك وحلبجة وقبل كل ذلك الاستفتاء الطريق ما زال طويلا. نناقش هذا الموضوع ويا سيد شيرزاد قاسم عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، حينضم لنا بوقت لاحق عبر الأقمار من أربيل، ومعانا بالاستوديو السيد علي العلاق القيادي في ائتلاف دولة القانون. سيد علي أهلا بك. أهلا وسهلا، نورتنا بحضورك. عفوا، أهلا وسهلا بك. الله بالخير. الله بالخير، أهلا وسهلا. ما أريد أفترض وأقول بغداد رفعت الراية البيضاء، خلي أقول بغداد تنازلت عن كل شروطها، وأول شرط إعلان إقليم كردستان إلغاء الاستفتاء وإلغاء نتائجه حتى بعد ذلك يعني توافق بغداد على بدء الحوار. بغداد تنازلت عن الشروط وماضية باتجاه الحوار نتيجة الضغط الخارجي، الضغط الغربي وبالتحديد الفرنسي. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي أستاذ علي يا والمشاهدين يا الكرام. أولا ما الدليل على أن بغداد ألغت كلام السيد العبادي رئيس الوزراء؟ تحدث مؤخرا قال أو أعلن استعداد بغداد لبدء الحوار. أيضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة السيد سعد الحديثي قال تجاوب الإقليم، موافقة الإقليم على قرار المحكمة الاتحادية اللي عد الاستفتاء غير دستوري يكفي بغداد بمثابة إعلان إلغاء الاستفتاء. هنا يقصد أن الإعلان الصريح لقبول رأي المحكمة الاتحادية وقرارها، ولأن ما صدر من تصريح من السادة القيادات الكردية أننا نحترم، وكلمة نحترم قرار المحكمة الاتحادية لا يفي بالمطلوب في الحكومة الاتحادية. المطلوب لدى السيد رئيس الوزراء أن يصرح، ولطالما قال نريد تصريحا شفافا واضحا من القيادة الكردية أن تقول ما معناه نقبل ونلتزم بقرار المحكمة الاتحادية، وهذا ما لم يصدر من كردستان إلى الآن. لذلك لا يوجد أي دليل على أن الحوار سيبدأ. وكلام السيد العبادي رئيس الوزراء مؤخرا قال بغداد على استعداد لبدء الحوار مع كردستان، هذا يثبت مبدأ أننا مع الحوار ولسنا في طريق آخر، هو طريق العسكرة أو المواجهات أو النزاع بأنواعه المختلفة. نحن مع الحوار، ولكن هذا الحوار هو حوار مشروط،
ما لم تلبي أربيل هذا الحوار فبالنتيجة تبقى الأمور ما زال مشروط ولم تتنازل بغداد عن أي شرط من شروطها. لم تتنازل بغداد وتنتظر تصريح. ذكرني بالشروط سيد من فضلك. شروط بغداد هو إلغاء الاستفتاء فقط. نعم ما عدا شروط إضافية طبعا بلا شك أن بالحوار والتفاهم بغداد تريد أن ما معنى تصل سلطتها الاتحادية إلى المطارات وتضع سيطرة كاملة اتحادية على المطارات طبعا بالتنسيق مع المطارات المنافذ الحدودية وما يتعلق بالملف النفطي بشكل كامل وما يتعلق بالمناطق هذا الحوار راح يتمحور هذه المسائل. هذا هدف بغداد بعد الحوار وليس شرط بغداد لبدء الحوار. لا بغداد الآن تريد إلغاء الاستفتاء لتبدأ بالحوار. الحوار بلا شك مضامين الأصلية هذه. بغداد ستقول نريد أن نضع موظفين الاتحاديين هم من يدير المطارات. فإذا لو أن حكومة أربيل رفضت معنى ذلك ستخسر الجولة. إذن موقف بغداد هو نفسه ثابت وبغداد دون أن يتزحزح ودون أن يخضع للضغوط الخارجية. بلا شك لم تخضع بغداد لأي ضغط خارجي وبالعكس تتمنى على الدول الخارجية لا تتدخل في الشأن العراقي بمعنى أن تعطي فرصة لإقليم كردستان أن يتصور أن موقفها صحيح. الدول مثل فرنسا أمريكا غيرها صرحت بشكل واضح وصريح أنها ضد الاستفتاء. الآن أي تصريح آخر يتناقض مع هذه التصريحات يعطي مثلا قدرة لكردستان تناور أكثر وتعرقل عملية الحوار الجاد. خلي أروح للسيد شهرزاد قاسم النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. سيد شهرزاد مرحبا بك. سيد شهرزاد تسمعني؟ أهلا يا سيدي تحياتي لك ولضيفك الكريم. حياك الله. نعم أسمعك. أهلا وسهلا يا أهلا بك. موقف بغداد سيد شهرزاد ثابت وواضح، لا حوار مع إقليم كردستان دون إعلان الإقليم إلغاء الاستفتاء ونتائج الاستفتاء، ولا تعولون على أي دور خارجي، دور فرنسي بريطاني أمريكي. هذه الأدوار لن تنجح في الضغط على بغداد من أجل بدء الحوار دون هذا الشرط، دون هذا الإعلان إلغاء الاستفتاء ونتائجه. تفضل يا سيدي. أولا تحياتي لك ولضيفك الكريم ولجميع مشاهدي قناتكم. أولا أنا لست عضو نائب، أنا عضو في حزب الديمقراطي الكردستاني، هذا للتصحيح فقط. نعم. ثانيا نحن نتفهم هذه الموقف من موقف بغداد ونعرف جيدا مماطلتهم ووضعهم الشروط والعراقيل. حتى لو استجابت كردستان إلى جميع هذه المطالب فبغداد ليست على استعداد لإجراء الحوار، لأنهم ينطلقون من منطلقات أخرى، منطلقات القوة المنتصر، لا أعرف الانتصار على أي جهة. وبالتالي جميع المعوقات، جميع الدلائل التي تفرضها في الساحة السياسية تشير إلى أن بغداد تريد المماطلة. بغداد، حكومة بغداد وجميع الجهات السياسية مقبلون على إجراء الانتخابات، والساحة الشارع العراقي بشكل عام وجميع الأحزاب العراقية يريدون استعمال ورقة معاداة الشعب الكردستاني بجرأة في حملتهم في هذه الانتخابات. هذه من جهة. من جهة أخرى، إضافة إلى إرضاء الأطراف الأخرى، التدخلات الدولية الواضحة والصريحة في هذه المنطقة، هذا من جهة. من جهة الثانية، نحن وصرح رئيس الحكومة تقليم كردستان بصراحة، نعم، نحن نحترم ونقبل بقرار المحكمة الإرادية والمحكمة الاتحادية صرحت، وحكومة إقليم كردستان ملزمة بهذه القضية. ولكن السؤال الذي أريد أوجهه إلى ضيفك الكريم سؤالين فقط. أولا فضل. هل يعتبروننا نحن جزء من العراق أم جزء غريب عليه؟ لا أنا أول. أقول لك جزء من العراق وجزء أصيل من العراق الثاني. وما حد يقدر يقول غير هذا الكلام. أنا يسمح لي السيد علي العلاقة جاوب بالنيابة عنه. لكن سيد شهرزاد خليني أسألك. طالما حكومة إقليم كردستان والسيد نجرفان برزاني أعلنوا احترامهم لقرار المحكمة الاتحادية أو قبولهم بقرار المحكمة الاتحادية، ما المانع من إعلان إلغاء الاستفتاء ونتائجه؟ هذا هو شرط بغداد الوحيد. ليش تتهم بغداد بالمماطلة؟ بغداد على استعداد للحوار مقابل هذا. نعم. الشرط. نعم. 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 نعم يا سيدي. أولا إلغاء الاستفتاء جاءت نتيجة تصويت شعبي، استفتاء شعبي،
فبالتالي ليست هناك أي قوة قانونية تشير إلى إبطال الاستفتاء إلا بإجراء استفتاء آخر. نتائج الاستفتاء تلغى باستفتاء آخر. من هذا؟ لهذا أنا أقترح على الحكومة العراقية إجراء استفتاء آخر في كردستان لمنع أو إفشال أو إعطاء صوت آخر لهذه القضية. ولكن إعطاء عندما يصوت 3 ملايين كردي في عملية استفتاء لتقرير مصيرهم مع حكومة المركز، ألا يجب هذا؟ دعنا من الاحترام، دعنا من نتائجها، ألا يجب هذا على الحكومة العراقية وجميع مسؤوليها إعادة النظر لماذا صوت هؤلاء الأشخاص؟ ألم يكن هناك أخطاء؟ ألم يكن هناك أزمات في سبيل تصحيح هذه الوضعية؟ وليس خلي أقول هذا الموضوع للسيد علي العلاء. ما يجري اليوم، اعطيني مجال شوي من فضلك، أرجع لك بعد قليل. بغداد تماطل من أجل بدء الحوار، هذا الشيء واضح عند الطرف الكردي. انتوا شلون تريدون اقليم كردستان يلغي الاستفتاء ونتائج الاستفتاء؟ هو مو من حق حكومه اقليم كردستان، هذا حق للمواطن الكردي اللي راح الى صندوق الاقتراع وعبر عن رايه بقول نعم او بقول لا. يعني شلون مثلا يعني يرفعون هذا التاريخ من التقويم، يرفعون هذا اليوم من التاريخ؟ انا اولا احيي ضيفك الكريم استاذ شيرزاد من كردستان. ابدا من الاخير، هو قال ان الاستفتاء لا يلغى باعتبار أن الاستفتاء الشعبي وبالنتيجة يكون استفتاء آخر أن يحصل في سبيل إلغاءه. أنا أقول له الاستفتاء الأول وفق رأي المحكمة الاتحادية وفق رأينا كنا باطل دستوريا، بمعنى لم يكن استفتاء، كان حكم الاستطلاع للرأي. احترام حكومة إقليم كردستان لهذا القرار، قرار المحكمة الاتحادية وقبولها بهذا القرار، المفروض يكفي بغداد، يكفي الحكومة الاتحادية. لا، بالنتيجة هم الآن منطق الإخوة في كردستان هذا أنه إلا استفتاء جديد. أنا أقول لا تحتاج أستاذ شيرزاد، إذا أنت تريد أن واقعا تلغي الاستفتاء اقدم على الإلغاء بكل صراحة ووضوح، ولا تخاف ولا تبالي، لأنه الاستفتاء الأول غير دستوري والمحكمة أقرت بذلك. لا تحتاج الاستفتاء الجديد، ما هو باطل بالأساس، لم يكن دستوريا، فلا يحتاج إلغاء الاستفتاء تناغما مع قرار المحكمة الاتحادية. بالنتيجة عبر عن الاحترام بكلمة قبول والتزام، نقبل منك أسمح حتى لو لم تقل إلغاء، لو قلت نلتزم هو هذا معنى كافي. هو قال نحترم قرار المحكمة الاتحادية، لا نلتزم. الرئيس وزراء قال أريد منكم كلمة نلتزم سيد عدم. أزمة خطيرة. لا حطيك وقت، أزمة خطيرة يعني ممكن حلها واستمرارها يعني الفرق بين نلتزم ونحترم. لا، أنت في يعني الفرق بين كلمتين ممكن يحل أزمة أو يخلي الأزمة مستمرة. معقولة؟ عزيز أستاذ علي، أنت الآن دخلت في حوار وننشأ كلمة نحترم في وسط الطريق، لم يقتنع الأخوة مثلا في كردستان بالمنطقة اللي يطرحها المركز، يقولون نحن لم نقل نلتزم وبالنتيجة نصر على استفتائنا وماضون في الانفصال والاستقلال. هذا ما هذا المنطق مرشح، هذا التصريح وهذا الموقف الجديد مرشح أن يحصل. لذلك إلغاء الاستفتاء بشكل علني والتزام بقرار المحكمة الاتحادية يغلق الباب على هذا اللون من التصريح، ونبدأ ضمن عراق واحد. الآن الأخ سأل هل نحن أنت نقلت رأيي تعرفه مسبقا، نحن نعتقد أن شعب كردستان جزء أصيل لا يتجزأ من الشعب العراقي. لذلك نقول أن الحوار يريد أن يكون بعد إلغاء الاستفتاء يكون حوار داخل دولة واحدة وداخل جغرافيا واحدة وداخل دولة ونظام سياسي واحد. القضية انتخابات، لا انتخابات، لا دور انتخابات في هذه القضية. حرص الأخ العبادي على البصرة والعمارة والناصرية وأربيل ودهوك حرص واحد لا يميز بين كردي وعربي وتركماني، وهو ما معناه جاء لحماية الجميع، حمى المسيحيين وحمى الصابئة والإيزديين والعرب والسنة والشيعة وحمى الكرد في أربيل. يعني نتذكر أن طائرات السوخوي العراقية كانت قد دافعت عن أربيل أثناء ما تقدمت الطائرات، أن تقدم الداعشيون لهجوم على أربيل، قواتنا الجوية ساهمت في صد العدوان عن إخواننا في أربيل، وبالنتيجة هذا الإدعاءات أني لا أراها مناسبة لإخواننا في أربيل. أن ما معنى يغلقون باب الحوار بهذه التصريحات والاتهامات غير منها، يعلنوا صريحا إلغاء، سنبدأ حوارا أخويا بناء بجدية تامة واستعداد لقبول ما معنى كردستان باستحقاقاتها الدستورية. نعم، واضح الكلام سيد شيرزاد.
هناك فرق بين نحترم ونلتزم، عليكم إعلان الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية. يكفي هذا بغداد قول نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية. الآن يا سيدي، نعم يا سيدي، الآن أصبح نتلاعب بالكلمات، نحترم أو نلتزم أو نقر أو لا نقر، هذه أصبحت نتجات في الكلمات. أسأل أقول هل نحترم تعني أي كلمة نستعمل في أي مكان؟ زين. هذه تفضل. هذه المماطلة، هذه المماطلة جميعها، نعم. نحن نعتبرها مماطلة، وهذه يبعد ولا يبعدنا عن بعضنا البعض، والمفروض انه ان نقترب وان نقف عن الاخطاء الذي ابعدنا عنها. خليني اتداخل وياك هنا واقول وان نتجاوز. لا تحملني تحملني شويه وخليني ندخل في حوار صريح. تحملني شويه وخليني احمل الطرف الكردي هذا البعد بين بغداد واربيل. طالما انتم تبحثون عن حوار، وطالما السيد نيجرفان برزاني ذهب لفرنسا وعنده رغبه بان يتدخل المجتمع الدولي من اجل الضغط على بغداد لبدء هذا الحوار، اسال بالشكل الاتي: ليش انسحبتوا من المفاوضات بين اللجان الفنيه التابعه للجيش العراقي او للقوات العراقيه واللجان الفنيه التابعه للبيشمركه؟ والمفروض كان اكو ورقه عمل مشترك تم حسم تقريبا 80% من نقاط هاي الورقه، ليش انسحبتوا طالما تبحثون عن حوار وحل الازمه عن طريق هذا الحوار؟ هذه كما سميتها هذه لجان فنية. اللجان الفنية تقدم اقتراحات، فبالتالي الجهات السياسية هي التي تقرر تنفيذ هذه السياسات أو إلغائها أو تعديلها. فبالتالي هذه اللجان الفنية تقدم مقترحات، تقدم أوراق عمل، وأنجزت كثير من أوراق العمل وأنجزت كثير من الأعمال وعطيت إلى الجهات السياسية. المفروض الخطوة الثانية أن تبدي اللقاءات المباشرة بين حكومة المركز وحكومة الإقليم كردستان في سبيل حكومة المركز وحكومة الإقليم كردستان في سبيل تنفيذ ما تم عليه هذه اللجان الفنية. هذه اللجان الفنية كما سميتها أنت يا سيدي ليس من صلاحياتها تنفيذ أو توجيه قرارات، إنما ترفيع شرزاد. لكن هذه اللجان الفنية انسحبت من المفاوضات، مجموعة من التوصيات انسحبت من المفاوضات دون الاتفاق على حسم كامل النقاط. كان اكو اتفاق على 80% من نقاط ورقة العمل المشترك، وهذه اللجان الفنية انسحبت دون ابداء الموافقة. على قولك اكثر، نعم اكثر من 80، اكثر من 85% من جميع الاعمال انجزت، كانت هناك اعمال قليله باقيه. المفروض ان ننتقل الى، نحن وصلنا الى مرحله انه ننتقل الى مرحله ثانيه، هذا ما توقعناها، ولكن المرحله الثانيه لبدء المفاوضات جاءت شروط كثيره، جاءت اقوال كثيره، ويوميه، واليوم ضيفك الكريم يقول يجب ان تلتزم أو نحترم أو نتوقع. التلاعب بهذه الكلمات وبالتالي هي فقط في سبيل فرض حصار اقتصادي وفرض أمر واقع على حكومة الإقليم كردستان والشعب الكردستاني معروف بصموده ووقوفه أمام هذه الجماعة. فقط أنا أشير إلى 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 نقطة واحدة، ما حدث في قلعة في توس خرماتو وما يحدث يوميا في كركوك، هل هذا يقرب الشعبين؟ هل بربك أن يفجر بيوت الأكراد ويفجر محلاتهم وينهب ممتلكاتهم ويكتب على بيوت التركمان تركماني ويكتب على البيوت العرب عربي يا حسين، هذا يقرب بين هذه؟ هل زار ضيفك الكريم مجموعة اللاجئين الأكراد الذين طردتهم بهذه الشتاء وهربوا الى مناطق امنه؟ من طرد؟ هل هؤلاء فعلا هم ابناء الشعب العراقي؟ وما فعل بهم هذا؟ اعطيني مجال شوي سيد شيرزاد، اعطيني مجال شوي. يعني بالنتيجه انا سؤالي للاخ شيرزاد، تتفضل انه تتهم الحكومه بانها هي اللي هاجمت الكرد ومهجرتهم وجعلتهم النازحين وطردتهم، ما الدليل على أن الحكومة قامت بذلك؟ هل هنالك جهة حكومية أعلن قامت بهذا الفعل؟ من هي هذه الجهة
وامامنا عندنا برلمان نقدر نحاكمه ونحاسبها، وعندنا محكمه حاكم وقضاء، وعندنا حكومه مركزيه تقدر تحاسب. هذا الكلام جد ادعاء. هذا الصراع احيانا يحصل بين قوى مسلحه في داخل، كما كان يحصل سابقا عندكم عندما كان البيشمركه موجودون في، والاسايش وغيرهم من القوى الامنيه موجودين في مناطق كردستان المختلفه، في كركوك ايضا كانت تحصل نزاعات، وصخرمات وكانت تحصل نزاعات على طول الخط، يعني لم تنقطع. سيد علي اتركني من هذا الموضوع، هذا حديث مهم لكن جانبي. رجعني للحوار، بغداد تتصرف من منطلق المنتصر وتحاصر اقليم كردستان اقتصاديا، ليس لديها نية جادة في الحوار وتماطل في حال إصرار أقليم كردستان على عدم قول نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية. بغداد تتصرف بس أكمل سؤالي، عدم إعلان أقليم كردستان، إلغاء الاستفتاء ونتائج الاستفتاء، راضية بغداد على بقاء الوضع متأزم على ما هو عليه؟ نعم، أما بغداد تشعر بالانتصار ومعناه دور المنتصر، هذا ليس مع شعبها، مع دول أخرى ربما تدخل في حوارات تدخل مع هيبة انتصار عليها وموقع قوة تتحاور مع أي طرف آخر، أما مع الكرد ومع العرب ومع التركمان فهي انتصرت لهم، والانتصار لهم جميعا وليس لهذا الطرف أو ذاك، يعني ضد ذاك. وأما قضية أنه الحكومة الاتحادية تحاصر وتجوع الإقليم، أنا أقول لك هذا حرام شرعا. أولا نحن ناس هم عندنا ناس خيرين ومتدينين، حرام شرعا وعرفا ووطنيا ودستوريا تجويع أي جزء من أجزاء العراق، وهذا يشكل طعنة نجلاء لعدالة تلك الحكومة ومعنى دستورية عملها، لن يجري ذلك. واضح. وبالنتيجة الشعب الكردي في قلوبنا واضح. سيد علي نعم. سيد شيرزاد نص دقيقة تفضل. أنا شكري وتقديري لضيفك الكريم هذه الكلام الجميل، ولكن أتمنى أن يحقق فيما قلته، يحقق فيما جرى في دوس غرماتو، وأن يلعب البرلمان العراقي دوره، هذا يقربنا أكثر، وأن نعمل جميعا نبذل جميع الجهود في سبيل تذليل العرقلات والمصاعب التي توصلنا إلى بعضنا البعض. نعم. وأن نتواصل في آراء وأن نحقق ما حققناه سابقا بأن نكون أوفياء أبناء هذه البلد الواحد. خليني أشكرك السيد شيرزاد قاسم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شكرا جزيلا. شكرا أيضا للسيد علي العلاق القيادي في دولة القانون، شكرا جزيلا سيد علي. الله يبارك يا هلا بك، الله معك. عقد غريب بين العراق وإيران يقضي بتبادل النفط وبنفس المواصفات والكمية المصدرة. مجلس ذي قار ماضون بفتح معبر حدودي مع السعودية رغم معارضة المثنى. رغم معارضة المثنى أكد عضو مجلس محافظة ذي قار شهيد الغالبي أن ذي قار ماضية في مشروعها الاستراتيجي في فتح معبر مع السعودية، وأوضح أن المشروع لا يؤثر على محافظة المثنى وإنما فقط يضعف الأهمية الاقتصادية لمنفذ جميمة مع السعودية في المثنى. دائرة الأمم المتحدة لشؤون الألغام أعلنت عزم البرتغال تقديم دعم مالي إلى العراق لرفع الألغام ومخلفات الحرب. حقيقة وبمعزل عن الجو السياسي العام، لا نعرف لماذا يذكرون هذا الخبر بالمثل الشهير استبدل الماء بعد الجهد بالماء، إذ أعلن جبار العابي وزير النفط أنه تم التوقيع على اتفاق بين العراق وإيران ينص على قيام العراق وإيران بتبادل النفط بنفس المواصفات، أي بتصدير النفط من حقول كركوك إلى إيران بمعدل من 30 إلى 60 ألف برميل يوميا قابلة للزيادة عن طريق الحوضيات لحين الانتهاء من مد أنبوب النفطي لهذا الغرض، وذلك عبر الشاحنات إلى النقطة الحدودية المشتركة بين البلدين قرب محافظة كرمانشاه، فيما يقوم الجانب الإيراني بتسليم نفس الكميات وبنفس المواصفات عبر موانئ جنوب العراق. غريب هذا الخبر أو هذا الاتفاق، أودي نفط من كركوك الإيران عن طريق الصهاريج وبعدين نفس الكمية بنفس المواصفات ترجع من إيران للبصرة، ليش مو هاي الصهاريجية نفسها تنقل النفط مباشرة من كركوك للبصرة؟
مصادر برلمانية تؤكد عزم نقابة الأطباء على تحديد أجور الكشف والمراجعة. تزامنا مع تصريحات تتعلق بتحديد أسعار الأدوية، فإن لجنة الصحة النيابية أعلنت أن نقابة الأطباء عازمة على تحديد أجور الأطباء وفق واجبها القانوني في الأيام القادمة. وحول هذا الموضوع معنا بالاستوديو الدكتور عبد الأمير الشمري نقيب الأطباء. دكتور يا أهلا بك. أهلا وسهلا. سعيد جدا بحضورك. أهلا وسهلا سعد علي. الله بالخير. الله بالخير يا مرحبا. يا أهلا بك. المفروض نقابة الأطباء شكلت مؤخرا مهيتشي لجان لتحديد تسعيرة كشفية الأطباء في العيادات الخاصة، وضح لي أكثر جنابك. حقيقة تعرف مسألة تحديد الأجور للعيادات أو الأطباء بالقطاع الخاص مسؤولية نقابة الأطباء، وحقيقة الأجور ما تغيرت، هي مقررة من عام 2011 في المؤتمر العام لنقابة الأطباء، وأيضا من صار من عام 2011 بالتأكيد. إيش تتحدث هاي التسعيرة؟ جايك بها. وصار مؤتمر عام في شهر 9/22/9. نعم. أيضا الهيئة العامة لنقابة الأطباء هذا العام 2017 تمام، وقررت تفصل ما صار بها أي زيادة. بس حقيقة تعرف الوضع الحالي للمستشفيات العراقية والمؤسسات الصحية بسبب الوضع العام للبلد، الوضع الاقتصادي وغيره، والعمليات الإرهابية اللي أثرت على كثير من المستشفيات، أصابت الواقع الخدمي الصحي بالمستشفيات الحكومية اللي هو مفروض ما يخلي المواطن يحتاج أنه يروح للقطاع الخاص. نعم. فاليوم المواطن ذوي الدخل المحدود اللي كان يروح المستشفيات المؤسسات الصحية ويلقي الخدمة الصحية موجودة بدا يلقاها بالصورة بالتالي يلجأ إلى القطاع الخاص والعيادات الخاصة. حقيقة هي مو مسؤولية يعني الفرد إنه يوفر خدمة عامة للمجتمع، يعني مو مسؤولية الفرد يوفر خدمة أمنية يوفر أمن للمجتمع، مسؤولية الدولة، مسؤولية الحكومة بالضبط. ولذلك تصير الشكوى لأنه المواطن مو هي بس أجور الفحص مال الكشفية الطبيب، وإنما راح تتبعها أجور فحص قد يكون سونار، تحاليل، مفراس، فراح تصير بالنهاية الأدوية والأدوية بس. هل راح يجمع مبلغ كبير؟ أكيد المواطن يشكي حقه. المفروض هذه الدولة حسب الدستور تكفل حق العلاج المجاني للمواطن، ما يحتاج يروح لعيادة. المفروض أكو معالجات طبعا. فيما يخص تحديد أسعار الأدوية، خلينا في تحديد تسعيرة الكشفية للطبيب في العيادات الخاصة في القطاع الخاص. تقول إنه الأسعار محددة من المؤتمر العام للنقابة في عام 2011. المفروض أكو طبيب استشاري مو هالشكل، وأكو طبيب ممارس، وأكو خصائي وأكو طبيب ممارس طبعا. خلي أبدأ بالممارس، إيش قد كشفية المفروض حسب هذا المؤتمر؟ الممارس من 10 إلى 15، الاستشاري الأخصائي من 15 إلى 25، والاستشاري من 25 إلى 40. طبعا هذا المعدل خليناها من 25 إلى 40 ألف. خلينا دورات تعرف أكو حسب الرقعة الجغرافية والوضع الاقتصادي للمنطقة وطبيعة الإيجار، يعني أكو واحد وحسب رغبة الطبيب، مو بس حسب رغبة الطبيب، يعني حسب رغبة الطبيب يحددها الفرع. حقيقة الفرع إحنا عنده فروع للنقابة في كل محافظة، وفرع النقابة هو يحدد يشوف الوضع الاقتصادي للمنطقة وللمحافظة ويحدد الأجور. بس أنا يعني أجزب لك محافظات العراق كلها ماكو استشاري يأخذ أكثر من 25 الحد الأدنى. عدد قليل من الأطباء في بغداد المشهورين اللي عليهم زخم هائل يأخذون الحد الأعلى قد يكون 40، واحنا حقيقه اللي تجاوز الاجور اخر شيء هو انا هذا الموضوع. يعني في حال عدم الالتزام بمقررات المؤتمر العام للنقابه من 10 الى 15 مو طبعا. ومن 15 الى 25 للطبيب الاخصائي طبعا. ومن 25 الى 40 احنا يعني انا ما حذكر الاسم. انا قبل كم يوم كنت عند طبيب تمام، الكشفيه مالته كانت استشاري كانت 50 ألف. احنا يعني وبعد البرنامج حطيك الاسم 50 ألف. فبالتالي شلون اكو لجان وشلون اكو متابعه وشلون اكو محاسبه؟ اخر فتره طلبنا من يعني صار امر نقابي انه كل طبيب يكتب الاجور الفحص واضحه بالعياده للمواطنين، وحتى المفتش او جهاز الاشراف اللي يجي من النقابه يشوف الكشفيه واضحه انه للمواطنين، يضمن انه المواطن يعرف، مو انه يصير بها مثلا اختلاف. اللي يخالف طبعا عقوبات انضباطيه شديده تجاههم. بس احنا ايضا يعني المفروض الطبيب الان يخلي قائمه بالاسعار تمام، هذا يعني موجود عند كل الاطباء عفوا دكتور عبد الامير؟ ما موجود، موجود ربما في عيادات تمام. لكن تمام. على الاقل اللي انا زايرها خلال الفتره صحيح. الاخيره بسبب انه عندي يعني حاله مرضيه
عند احد اقاربي ماكو ما شفت هاي قائمه الاسعار جدا صحيح ومؤخرا رحت عند طبيب استشاري اخذ 50,000 كشفيته جدا صحيح كل اللي تقوله صحيح اكو مخالفات قد تكون كثيره بالوقت الحاضر نعم. السبب انا اعطيك السبب لانه نقابه الاطباء غابت وغيبت خلال 14 سنه من 2003 الى 2017 احنا استلمنا بشهر الثالث 2017 استلمنا نقابه الاطباء وعازمين انه نعالج هاي المخالفات الكثيره اللي موجوده اكو دخلاء على المهنه اكو ناس تعمل مو باختصاصها اكو تجاوزات على الأخلاق الطبية يعني أكو مخالفات كثيرة إحنا نقر بيها بس حقيقة إحنا عازمين وعندنا جهاز رقابة شكلنا بالفترة الأخيرة جهاز إشراف ودنسوي مسح لكل العيادات وعندنا تشيك ليست للريكوايرمنت اللي لازم تكون موجودة بالعيادة الاحتياجات اللي لازم تكون بالعيادة من كل شيء خليني أتهمكم بالتقصير اسمح لي اتهمكم بالتقصير وبالتاخير في المتابعه طالما هو المؤتمر من 2011 طالما المؤتمر من 2011 المفروض خلاص انتم مسيطرين على الامور المتعلقه بالمراقبه ماكو واحد يعبر فوق ال 40,000 طبيب استشاري تسمح لي النقابه كانت تسير اعمال من 2003 الى 2017 ومسلوبه الصلاحيات واموالها مجمده استردت صلاحيتها تحديدا بشهر الثالث 11/3/2017 فانت يعني مخالفات مع ال 14 سنه وفتره زمنيه كبيره وايضا اكو مخالفات كانت من قبل 2003 يعني من الصعب تعالجها انت في خلال 6 أشهر 7 أشهر صعب انك شو وقت تحدد لي تاريخ حتى نلتقي ونستضيفك ضيف كريم وبهذا التاريخ تقول لي قضينا نهائيا على المخالفات وعلى تجاوز الاسعار ان شاء الله خلال اشهر ما اقول لك خلال منتصف العام القادم 2018 بالتاكيد هسه حقيقه معظم هذا وعد من نقيب الاطباء لجميع المرضى ان شاء الله بالعكس احنا المريض مالتنا احنا لازم محور عملنا يكون حول المريض المريض هو يعني الشيء الاساسي بعملنا ولازم صحه المواطن انا عندي نص دقيقه وعندي سؤال من فضلك في حال عدم الالتزام كيف سيعاقب المخالف الطبيب المخالف عده عقوبات انضباطيه تبدا يتم تنبيه الطبيب انذار الطبيب سحب رخصه الطبيب واغلاق العياده وسحب مؤقت وسحب نهائي اخر نقطه الراتشيت المشفره سامع بها اكيد هذا اتفاق بين الطبيب والصيدلي للاسف يعني للأسف طبيب وصيدلي لكن خليني أسميهم بعصابة صيدلي يجي أجر الصيدلية ويأجر عيادتين ثلاثة أربعة فوق هو يدفع الإيجار مقابل هذا الطبيب يكتب راتشيته ما يفهمها غير هذا الصيدلي وأحيانا الصيدلي يصعد على الطبيب يقول له عندي فلان دواء واية من عنده بل كنت تكتبه بالراتشيتات حتى يمشي حتى يبيع فلان دواء لا تكتبه لأن ما عندي هاي شلون حتتم المحاسبة والمراقبة والتدقيق سيد علي اللي يسوي هيك تسمح لي ما يستحق يكون طبيب هذا حاضر بس وتدري بيه جنابك موجود أنا ما أنكره بس مو بالمستوى اللي ينذكر بالإعلام ويصير تركيز عليه حقيقة أنا يعني صارش قد كطبيب صدقني يعني كن على ثقة ما شايف وصفة مشفرة واحدة أكو بيها يصير أحيانا كثير من عندها يصير لبس أحكيك إياها اللي يصير شنو معظم اللي يعني كثير من الناس اللي جالسين بالصيدليات هم مو صيادلة يعني حضرتك هسه تفتح فايل أي مريض فايل بالمستشفى طب لما المريض افتحها فايل مال المريض افتحها اذا قدرت تقرا الخط يعني اني اكون لك حق عليه خط الاطباء هو هيك من زمان يعني خطهم بس الاطباء بيناتهم يقروها كثير من الوصفات درات النشر بفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي على انها مشفره بس حقيقه احنا كاطباء لكن هاي الحاله موجوده بالفعل موجوده انا ما انكر لك اياها موجوده بس مو بالمستوى والحجم اللي ينذكر بالاعلام رقم 2 انا ايه تفضل باختصار رقم 2 الصيدليه الدورات انت من تدز على صيدليه او تدز على مختبر انت هسه عطل سيارتك تدز على واحد تعرفه لو تروح على اي واحد بالتاكيد راح يدز فاحنا من تدز على مختبر دورات مختبر نثق به هذا نعرف هذا المختبر متعاملين وياه او فحص سونار طبيب نعرف هذا الطبيب فحص زين فهو مو كلها اكو موجوده خليني بس مو كلها بالدكتور عبد الامير الشمري نقيب الاطباء شكرا جزيلا يا هلا بك نورتنا الله معك دخلت وبيدها كومة مفاتيح طبعا دخلت البلدية الزهور بالموصل هي والمحامي أحمد العطار فتحت الأقفال وصورت كل السجلات التسعة الأصلية وطلعت بعد ما نفذت مهمة يعني خليني أسميها ترتجف منها أقوى القلوب 25,000 سند مزور
مقابل 25,000 سند أصلي. خولة الوحيدة اللي أثبتت الحق من الباطل. خاطبة الشرطة، خاطبة الجيش، خاطبة وزير العدل، أيضا خاطبة المحافظ، وبعثت رسائل لرئيس مجلس الوزراء في حينها، وما حد استجاب وما حد سمع. فقررت وضع السجلات الأصلية على أقراص مدمجة وإرسالها لوزارة العدل من أجل هدف واحد، إنقاذ حقوق الناس. لكن هاي الشجاعة كان يعني نهاية هاي الشجاعة كان اغتيال الشهيدة البطلة خولة سبعاوي، مديرة بلدية الزهور بالموصل بشباط 2011. اليوم بلا قافية، الجمهورية تقول العراق بموضوع العقارات تحديدا، كم خولة سبعاوي يحتاج؟ بصراحة ملف تزوير أوراق العقارات ملف شائك وكبير وخطير، ويحتاج مراجعة حقيقية من قبل حكومة تعلن خصوصا في الفترة الأخيرة أنها جادة في محاربة الفساد. فينبغي مراجعة من هذه الحكومة في هذا الملف، هذه الحكومة الجادة في محاربة الفساد. وهي تحية للشهيدة البطلة خولة سبعاوي، وإلى اللقاء.